طبعاً، وهي مثل إعادة ترميم سيدي موسى، إعادة تنظيم هيكلة الإدارة لجعلها إدارة قوية، مرافقة الانتخابات على مستوى على كل المستويات، مرافقة البطولة التي مازالت ما انطلقتش تاع كرة الهواد وهي كثيرة جداً، السهر على انطلاقها في ظروف حسنة، تحضير مواعيد للفرق الوطنية خاصة فريق ألف ومنحه كل الإمكانيات. طبعاً الخلاصة لابد أن نكون موضوعيين، لأن لابد أن نفكر مصلحة كرة القدم وليس حسابات أخرى. ربما حسابات كانت في إطار يعني العملية الانتخابية، أي الجو الديمقراطي يسمح لك أن تقف مع مترشح، لكن اليوم نحن أمام أمر واقع، أمام مصير تاع الاتحادية اللي عرفتها إلا الصراعات وعدم الاستقرار، وطبعا ما ملفات كل المطروحة، وإحنا نعلم أن غياب مكتب فيدرالي راح نروح الى ربما الى حاله لا يحمد عقبها، ولذلك العقل يعني يدفعنا ان نرافق هذه عمليه انتخابيه يعني بكل ما في وسعنا للنجاح بها، لان هذا هي، لان مترشح واحد بدنا نعطيه يعني الفرصه، نمنحوه الفرصه واحنا وراه، لان المكتب الفيدرالي وحده لا يقدر يعمل اي شيء لولا مع يعني كل الرابطات وكل هذه كذلك اللي لابد ان يرافقوا هذا المكتب الفيدرالي وعلى رأسه طبعا المترشح الوحيد.